السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ساعة ما نزلت الفيديو بتاع تنظيف الأرفف والتوابل والحاجات دي، ناس كتيرة استغربت من كمية البطرمانات دي كلها. كل دي بطرمانات؟ المطبخ زحمة، المطبخ مكركب. طب نبص كده بصة مع بعض نشوف البطرمانات دي كلها. بصوا زي ما هي، من يوم ما رصيتها ما نزلتلهاش. نشوف بقى البطرمانات دي كلها فيها ايه. دي حاجة. تاني حاجة، في رسالة كده من شخص غبي بعتها، بيقول لي انت بتجيب وقتي وصحه من اللي ده كله منين؟ وقتي وصحه ايه ده؟ البتاع ما بيكملش 10 دقايق، اليوم فيه 24 ساعه، ماشي، قول هننام 10 ساعات هيبقى 14 ساعه، 14 سنه خدمه في ثانوي، تمام؟ يعني 14 ساعه طول النهار بنعمل فيهم ايه؟ انا دلوقتي عندي دلوقتي الساعه 6 الا ربع المغرب، انا الساعه 6 دلوقتي غسلت ونشرت وعملت الاكل كمان وجهزت الاكل وكنست الشقه وخلصت كل الورق. من 6 بقى لحد الساعة 2 بالليل لما جوزي يرجع من الشغل، قاعدة ما ورايش حاجة، ورايا تليفوني ورايا نفسي. شوف بقى أنا هعمل حاجة لنفسي، هجيب حاجة كده، تمام؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح البطرمانات. وفي رسالة هقولها لكم لستات الحوامل، عشان الناس في الناس فاكرة الحمل ده فاهمة غلط، فأنا كده هوضح لكم على قد خبرتي الصغننة، هوضح لكم كده حاجات بسيطة. بطرمان بطرمان ده فلفل أسود، تمام؟ ده وده زعفران، بس ده اصلي وده مغشوش، فانا اكيد مش هحط عيش على ام الخير اهو. دي فيها قرنفل، ده ريحه برتقان، ودي ريحه جوزة الهند بستعملهم عندي، وده لون صفار الزعفران، وده فلفل ابيض. هو دي مش ازازته، انا حاطه فلفل ابيض على جنزبيل هنا، ان الفلفل الابيض هنا ده فلفل على جنزبيل. ده جوزة الطيب، دي مستكة، تمام؟ دي لما بنيجي ناكل باخدها معايا بره على الصينيه، ملح وفلفل. انا مش هنزل بقى ده كله، هقولهم لكم هما مكانهم كده. دي بتاعه كده بتتحط اي حاجه وخلاص. دي واحده مستكه تانية بس مقفوله، انا مخليها تحت عشان ناخدها لامي، تمام؟ دي بودره ثوم، واحده صاحبتي كانت جايبها لي، وده حبهان مطحون عشان ما فيش تحت حبهان مطحون اهي. دي توابل ناس سبرينكل بتاعه البطاطس وال بتاعه البطاطس وبتاعه الفشار وبتاعه البيتزا وبتاعه الحاجات دي كلها. واحده تقول لي انت جايبه كل التوابل دي ليه؟ اقول لكم تمام. اخر مره كنت في هايبر كان عليهم عرض، العرض كان 2، جبت 2، وانا كان عندي 2 من قبل كده، تمام؟ ودول كنت مشتريهم في اول جوازي، لسه الصلاحيه بتاعتهم اخر السنه، تمام؟ يعني كلهم انا هستعملهم، وكلهم هتلاقيهم انصاص، يعني انصاص انصاص بستعملهم على طول، تمام؟ دي بهارات اللي انا عملتها معاكم، وده كاتشب ومستردة ومايونيز. في حاجه متكرره؟ مفيش. نرجع بقى دول كلهم مكانهم ونبتدي نخش على الناحيه التانيه. نبص بقى بصة الناحية دي، الأزاز البطرمات اللي فوق بعض دي، دي أصنصات بندق وجوز هند ونعناع وزبدة، تمام؟ ده عسل أسود زي ما انتوا شايفين. ده هوت صوص اهو، وده ملح. بالمناسبة كان في بنت سألتني انت بتمليها ملح ولا بتشرعي؟ لا انا بفضل بتفضل تضغطي هنا كده كده تتفتح، بملاها ملح وارجع دي تاني واقفلها تاني، بعبيها، بتاخد كيس الملح ابو جنيه كبير. وده زيت، ده زيت زيتون وده زيت عادي، تمام؟ ده صويا صوص وده باربيكيو، تمام؟ وده ليمون وده خل بلسمك وده خل تفاح وده دبس رمان.
هاتولي بقى كده بطرمان اخو التاني او شبه التاني او نفس اللي جوه التاني. تمام؟ عندها حبة البركة بدل ما يسيبه يتبعطر في بطرمانه. لسان عصفور لما بعمل وبيفيد من الكيس بفضيه منها وباخد منهم. ودي خميرة فورية، دي مكونة رفيعة عشان انا يعني باخد على قدي، واللي بيفيد بخليه وما اجي اعمل تاني بزود عليه. ده بتاع الرز بس لسه واخده الرز اللي فيه عامله بيه الاكل، فاكيد لما افتح كيس هفضي فيه. وده بتاع الشعريه، مفهومش حاجه خارقه للطبيعه، مفهومش حاجه مختلفه. البطرمان ده عسل بتاع كنافه او بتاع بسبوسه، بخليه عشان لما اجي استعمل بزود منه، اكيد مش هرميهم يعني. خلاص دول بقى بحط فيهم ليمون او حاجات لما نيجي ناكل. دي عشان لما اغسل ايدي وانا على الحوض. دي التوابل اللي زي كل البيوت فيها، بصوا صغيره يعني مش جايبه واحده دي كده، صغيره اهي فيها كل التوابل اللي انا بستعملها اهي. الناس بقى اللي مستغربه بتقول لي كميه المعالق دي كتيره، طب نبص بصه كده مع بعض نشوف فيها ايه. ده طقم السيليكون تمام اهو، عشان بطبخ فيه عشان حلال التيفال. ده طقم خشب تمام، مزودة عليه بتوع السلطة معاهم الاتنين اهو، مفيش حاجة تاني. ده عشان باخد منه التوابل والبهارات والحاجات دي، ومعاهم المعلقتين بتوعهم بقية الطقم، وزودت معاهم الاتنين دول تاني، مفهومش حاجة تاني. خلاص هو ده الطقم اللي عندي. ايه بقى الزيادة او الكتير او اللي محطوط هنا كتير؟ يعني انا شايفة ان مطبخ عادي زي بقية مطابخ الناس، مفهوش اي اختراع، مفهوش اي افتكاسة، وعادي جدا، يمكن اقل من العادي كمان. تمام؟ عايزة بقى اكلمكم كده كلمتين قبل ما اقفل. الفترة الاخيرة دي كلها من كام سنة بس ظهر موضوع الولادة القيصرية، بقت كتيرة، كله بقى يقول القيصري اللي بيستسهل، يقول لك ما ينفعش، اقول لكم على حاجة. الست هنا في مصر عموما اول ما تسمع انها حامل ترقد على ظهرها، فالعيل بياخد الوضع اللي هو كده بقى بالجنب كده خلاص. هتتولد ده طبيعي ازاي؟ زمان الستات كانوا بيشتغلوا وهم حوامل. انا فاكره ان امي لما كانت حامل في ياسمين اختي كانت بتشتغل لحد الشهر التاسع، ولدت طبيعي. كل الستات زمان كانوا بيولدوا يقوموا يشوفوا بيتهم وحياتهم وكده. فالناس تقول لي انت حامل وبتعملي ده، بعمل ايه يا جماعه؟ انا بصحى الساعه 1 الظهر يا دوب، احضر الفطار ونفطر، بس الساعه بقت بس الساعه بقت 2 وربع تمام. وانا بفطر يعني بحضر الفطار بكون حطيت الغسيل في الغساله لو عندي غسيل. خلص الفطار ونقعد نفطر، الم بقيه الفطار والم الطباق والم الحاجات ايه كلها مكان ما كنا بنفطر. الناس العاديه بنفطر ايه بقى؟ بدمس فول بقسمه على اكياس واحطه في الفريزر، اطلع كيس فول مره معاه مثلا بطاطس محمره معاه جبنه قوطه، مره ناكل جبن، مره اعمل بيض مسلوق، مره مع جبن كده. وده الفطار العادي، مره نجيب طعميه واقليها، الفطار العادي خالص. خلصت الفطار ابتدي بقى احضر الغداء. اذا كنت هصور البس هدومي واخد مقدمتي وابتدي اصور تمام. اثناء التصوير بقى بروح جايبه المكنسه، لفه مثلا على الشقه كان سهل المكنسه، ما كنسهاش كل يوم عشان ما اضحكش عليك، مش كل يوم، كل يومين روح كنساها بالمكنسه كده على طول، لفه كده كنساها. منفضه من غير السرير لو كنت هغيره، ماسكه بقى حته بيدي ملمعه كل الحاجات اللي عندي اللي هنا ما عنديش. هو المكتبه رخامتين تسريحه الاثنين كومودين وشكرا على كده. لمع الثلاجه اي حاجه واحضر الغدا. جوزي بيروح شغله الساعه 6، الساعه 5 بيكون بيتغدى وخلصنا. يعني احنا بياكل يعني بياكل حاجات بسيطه خالص. الغدا اللي بنعمله بناكل منه غدا وعشاء، يعني بيجي على الساعه 5 كده بياكل لقمه بسيطه، يروح لابس هدومه ومتك على رايح شايف شغل، بيجي على الساعه 1 بالليل ولا 2 تمام. في الوقت ده بقى بحضر، وهو جاي في الطريق بيكلمني، ببتدي احضر العشاء اللي هو باقي من الغدا. يعني انا لما باجي اعمل الاكل بزود شويه علشان العشاء ونتعشى. يعني بتبقى الساعه مثلا بقت 2 ونص،
بننام مثلا بعد الفجر، نصلي الفجر وننام الساعة بقت 5 4 كده. من الساعة 6 بقى بعد حسن ما يمشي من الساعة 6 لحد الساعة 1 بالليل بقى أنا ما ورايش حاجة، عايزة أصور أقوم أصور، عايزة أعمل حاجة أقوم أعملها، عايزة أتكلم في التليفون، أتفرج على التلفزيون، أغير حاجة في الشقة براحتي، أنا ما ورايش حاجة. لما أكون مثلا عايزة أعمل المطبخ بعملوش كله في يوم واحد، مش كله في يوم واحد، مرة مثلا الجزء اللي فوق، مرة الجزء ده، مرة تحت. هعمل مثلا الصالة عايزة أعملها، عايزة أشيلها وأحطها، ماشي، مش كلها في يوم واحد برضه، علشان ما أزهقش واتخنق والاقي نفسي في حاجة اتكومت. بكوي مرة أو مرتين في الأسبوع بس، ما بكويش تاني، بجمع غسيل الهدوم اللي هتتكوي، الملايات وهدومي وهدومه، وأكوي مرة أو مرتين في الأسبوع، ما بكويش أكتر من كده. تمام، الحياة بسيطة كده، بسيطة جدا وسهلة، بس احنا اللي بنعقدها. يعني مثلا انا حملي صعب جدا وبتعب زي بقية الستات اللي حامل وتتعب، بس انا لو رقدت هكمل بقية التسع شهور رقدة، وانا استفدت ايه؟ ماشي، باكل وارجع زيكم خالص. الناس تقول لي ايه ده، انت مش باين عليك ان انت حامل، مش باين عليا يا جماعه، مالي ولازم اخرج لكم، انتوا فاكرين ان الحامل بتبقى مشلوله؟ ما تبقاش مشلوله، ما بتعملش شيء خارق للطبيعه. ملايين ملايين الستات ولدوا زي الفل، ما فهمش حاجة. مش معنى ان الواحدة بتقف بتصور وبتطبخ وبتعمل تبقى دي ست خارقة، لا يا جماعة انا مش خارقة ولا حاجة، انا بطبخ زي بقية الستات الحوامل العاديين اللي هما مش متدلعين لا مؤاخذة. في ستات بيبقى حملها صعب ومتعسف غصب عنهم مش قادرين يعملوا حاجة، لكن في ستات ما بتصدق انا حامل يبقى خلاص هرقد، عايزة 10 يخدموني، مفيش الكلام ده. ليه؟ انتوا ليه بتوصلوا نفسكوا لكده؟ ليه؟ انت حامل وتعبانه اعملي على قدك. مش معنى بقى ان انا بقول لك كده ان انت تقومي تشيلي وتنكوتي وتهبدي وتحطي في البيت، لا. اكتر 50% من اليوم رايح مع الناس بسبب الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما، طول النهار فاتحين التليفونات وقاعدين. طب انا اهو واحده عندي قناه وعندي صفحه وبتابع وبتكلم وكده، وبرده شايفه بيتي ومش مقصره فيه الحمد لله، وكل حاجه كل حاجه واحده بايديها، كل حاجه بايديها هي مش بايدين حد تاني. تمام، اتمنى كده اكون فدتكم باي حاجه، و انتظروا بقى وصفات. انا كنت بصور دلوقتي عشان كده قلت اعمل لكم فيديو، كنت بعمل لكم الممبار الضاني، هخلص ان شاء الله وانزل لكم الفيديو على طول باذن الله. تمام، لو في اي حاجه او اي اسئله تخص اي حاجه تحت ادوق فيها، وبقولها لكم المره ال50. والله يا جماعه انا لما بفتح التعليقات بتبقى التعليقات كتيره فوق بعض، كتيره جدا. يعني مثلا بشوف اول شويه فوق مثلا جالي مكالمه، قمت اعمل حاجه، عملت حاجه، فاللي هو انا مش قاعده فاضيه برده زيكم. في ناس برده ستات بيوت، ناس عندها شغلها كده، فيادتني الكلز العذر وعذرني شويه بقى، عشان ان شاء الله اكون فدتكم باي حاجه كده وبس. فانا الجايه ان شاء الله عايزه اتكلم معاكم في موضوع فكره النيش اللي مجننه الناس، ولا المره الجايه اللي احنا لسه فيها. بصوا يا جماعه، النيش اللي الناس محنطاه عندها في البيوت، احنا هنموت مره واحده وهنعيش مره واحده برضه. يعني انت جايبه 5 6 تقوم خفيها مقفله بالمفتاح وممنوع حد يقرب للنيش. انا عندي تقوم بره هي في المكتبه، كل يومين بطلع طقم وباكل وبصور فيه، وبصور في الصيني، وبصور عندي حوالي 5 اطقم، الاسود والصيني الابيض اللي فيه بامبا والموف، وعندي واحد ابيض تاني، والازاز ده لسه مطلعاه كنت بصور فيه من شويه اهو، لسه مطلعاه من شويه الاحمر فيه، وعندي واحد منه شفاف. يعني الحمد لله ما نطلعهاش ليه؟ ليه محنطينها وما نطلعهاش؟ ليه محنطين الكاسات ومحنطين الاطباق ومحنطين الحاجه؟ طلعوا وبستوا. يعني عندكم سعاد اختي دي طقم الصيني بتاعها ما طلعش من 11 سنه من يوم ما اتجوزت. ليه يا سعاد؟ ليه يا سعاد كده؟ ليه؟ ليه بتعملي في نفسك كده وبتعذبي البشريه وبتعذبي عيلك وجوزك وبتاكلهم في اطباق ملامين ليه؟ ما تطلعي الطقم كده، برروا عن نفسكم وفكوا عن نفسكم شويه. ليه؟ ليه وليا كده؟ ليه؟ ماشي؟ اتمنى تشوف الرساله دي. ماشي؟ طلعي طقم، حتى لو كل اسبوع تطلعي كام طقم كده وتعملي عشاء وتظبطي الدنيا.
انا بطلعهم، نخلص العشاء اقوم اغسل الطبق اصفيها انشفها احطها مكانها ومتشكرين. اللي في متداول بقى ايدي هنا اللي هو الميلامين، الحاجات اللي على قد ايدي تمام. بس هبقى اقول لكم بقى المره الجايه طقم السني، الطقم السني بتاعي كله شكله ايه، والاكروبايلكس والكوبايل والحاجات دي كلها. وبس بقى انا تعبت من كتر الوقفه ومن كتر الكلام. يلا سلام. يا دوب.